بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاكزام بتاع المره دي احنا عملنا الريموف امبلوي كفانكشن تشتغل مع الداتابيس. تعالى بقى نعمل الابلكيشن، اليوزر يدخل رقم الاي دي للموظف اللي هو عايز يحذفه ويتحذف. طب كان الفانكشن عملنا المره اللي فاتت، فعامل بقى ايه اكزامبل جديد على نفس الباكج، والفانكشن بتاعتنا المين فانكشن العاديه. كل اللي انا عايز اعمله ان انا هقول له في الاول لو سمحت ادخل الايه رقم الموظف اللي انت عايز تحذفه. دي المسج اللي انا ايه محتاج ان انا اوضحها له عشان يقدر ايه يبقى فاهم ان هو هيدخل رقم موظف هيتحذف. انتر ذا نمبر اوف امبلوي هوز ايه هوز داتا يو وونت تو ديليت مثلا او وونت تو ريموف كولون عشان يقدر يدخل بقى الداتا دي. ماشي، نمبر اوف امبلويز امبلوي. ماشي، طيب يبقى انا ادخل رقم الموظف اللي انت عايز تحذف بياناته، وهعمل بقى فاريبل سميته اي دي، وده نوع انت. هاخده منين؟ من الانبوت اللي اليوزر هيدخله اللي هو ريد لاين، طبعا ممكن يكون ايه فاضي، ودوت تو انت. طيب وهعمل تراي كاتش، المفروض كنت دخلت الانبوت كمان من ضمن التراي كاتش عشان لو في اكسبشن مش مشكله. طيب هم عامل ايه في الكاتش؟ طبعا هنشتغل العادي، بس هو برنت لاين بس على الايرور ونطبع الاكسبشن مسج. فقلت له ايرور كولون والاكسبشن مسج، هنادي على ex.message وكده ايه بس دي تراكش. تعالى بقى نخش في التراي. ايه اللي هنعمله بقى؟ ان عايزين نلعب فانكشن بتاعت الريموف. فاقول له طبعا الريموف دي بتريترن بتريتيف ترو اور فولس، فانا اقول له اف ريموف امبلوي وبعت له الاي دي اللي هو ايه لليوزر دخل، فهتريتريف ليا يا ترو يا فولس، صح؟ ف اهي اللي هي ريموف امبلوي اللي هي بتريتيف في الاخر ليا بوليان اللي هي ترو او فولس، حصل او ما حصلش. فاقول له حلو، لو حصل وحصل ريموف هطلع بس مسج عليا، هقول له الامبلوي ديت اتحذف ومفيش فيه مشكله. فاقول له الامبلوي ريموفد سكسسفلي مثلا، دي في حاله ان ريموف امبلوي وبعت له الاي دي اللي اخدته من اليوزر عمل ايه، عمل رجع ترو. ايلس معناها ان ما حصلش العمليه، خلاص ما حصلتش. فهقول له برنت لاين، هطبع له بس ان الايه الامبلوي نوت ريموفد وخلاص ما اتحذفش لاي اسباب بقى وخلاص. تعال نجرب كده ونشوف الاكزامبل بتاعنا اللي هيبدا يشغل عمليه الايه الريموف بالانتراكت مع اليوزر. انا عندي هنا 1 2 3 4 اليوزر 1 2 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10 اهو واضحين. تعال على رقم 9 مثلا اللي اسمه لسه مش عارف ايه ده نحذفه، مش عايزينه مثلا. فانا دخل بيانات الداتا انت عايز تحذفها، تقول له عايز اعمل حذف رقم 9، قال امبلوي ريموفد سكسسفلي وكله تمام. تقول نشوف نرجع لا موجود، لا نعمل ريفريش بس، ندوس كده حتى على كلمه ايه على اسم التيبل بس، فلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مش موجود و10، يبقى فعلا اتسمع والداتابيس حذف وكله تمام وهو المطلوب كده. طبعا هذا التوتال زيروز 9، يبقى كده تمام وعملنا عمليه الريموف الحمد لله.